في انسحاب الوداد وأعلن فوز الترجي في المباراة، أقر النتيجة الحاصلة على الميدان وأقر انسحاب المباراة. هذا ما استقصيته من مراقب المباراة ومنسق المباراة، والآن هناك اجتماع مثل ما قلنا للمكتب التنفيذي أو من حضر من المكتب التنفيذي للكاف لمدير التنظيم في هذه المباراة النهائية سيد أحمد رئيس الاتحاد الموريتاني والسيد أحمد طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي وبعض أعضاء الكاف وطارق بوشماوي ممثل إفريقيا في الفيفا إلى جانب مسؤولين للحديث. هل سيكون هناك تتويج؟ هل ستنصب منصة تتويج وستكون هناك مراسم تتويج أم لا؟ هذا ما سيعلن عنه في هذا الاجتماع الذي لن يكون طويلا، لأن تشاهدون فرحة لاعبي الترجي، فرحة الجماهير. الوداد دخلوا إلى حجرات الملابس بعد إنهاء قسم المباراة، إشارة قسم كانت واضحة بأنه أنهى المباراة ولم يعلن على تأجيلها أو أي قرار آخر. فرحة ترجية كبيرة في انتظار هل ستكون هناك مراسم للتتويج في هذه المباراة التي صراحة الأخضر تدخل التاريخ من الباب الخلفي، لأن ما شاهدناه وما عشناه لا يليق بسمعة الكرة الإفريقية أولا وخاصة الكرة العربية مهما كان المخطى الأخضر. نعم، سنعود إليك نافع بمقابلة أخرى إذن بعد نهاية هذه المباراة. إذن انسحاب الرجاء، إذن الوداد عفوا، الذي طبعا دخل غرف الملابس ولم يعد، وبذلك يبدو على هذا الأساس أخذ الحكم القرار من الرئيس رئيس الكاف. أنا ما أظن الوداد انسحب بالنسبة لتصليح الفار، ولهذا وطالب بإعادة الهدف من حقه، يعني خاصة الفار، لأنه الفار كان في المباراة الأولى ولازم عليه يكون في المباراة الثانية. ولهذا من هذا الجانب، ولهذا قلت لك النقطة الغير مفهومة، يا إما توقيف المباراة وإعادة المباراة لاحقا، أم يعني إعادة المباراة على طول وإصلاح الفار. هذه هي يعني الأحق والأشياء اللي كانت لازم كنا ننتظر فيها، ولكن تنتظر في نهاية المباراة إيقاف المباراة وإعطاء الفوز للترجي ما كناش ننتظر فيها الأخضر. كنا نتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة بين الأشقاء، نتمتع معا في هذه الصحراء الرمضانية، ونشاهد فائز ومنهزم، ونشاهد تتويج وفي ظروف أفضل. يعني هذا ربما يتمناه المشاهد، أي مشاهد، ليس فقط الودادي، هذا ما يتمنى المشاهد. نعم، وما يتمنى كذلك المحللين الذين يكونوا في الاستوديو الجانب الفني، يعني أنهم يطنبون المستمعين والمشاهدين على مستوى التحاليل الفنية. لكن دائما نصطدم بمباريات بهذه الطريقة وبهذه الفذاحة خليني نقول. لكن كذلك أريد أن أوجه رسالة إلى بعض المسؤولين المتهورين في المغرب بحكم تصرفاتهم استغلتها خصومنا ومن ثم لعبة الكواليس هي اللي خلات أن نهضة بركان ما يفوش باللقب والوداد ما يفوش باللقب. ورسالتي واضحة. أنا فهمت الرسالة، لكن لا أريد أن أعلق على هذه الرسالة. كابتن رفيق، إذن هي مباراة يعني نقول بأنه ديربي، عادة الديربي فيه هذه الاحتكاكات، فيه هذه المشاكل، لكن لا تصل إلى هذا الحد. لا، لو تكلمنا على الداخل في الإطار في المربع الأخضر داخل الملعب كانت الأمور تسير في جهة جيدة، وكنا نستمتع يعني خاصة في بداية الشوط الثاني. يعني المشكل اللي صار خارج الملعب، المشكل اللي صار أكثر من جانب الحكام، من جانب رئيس الاتحاد اللي كان موجود يعني في الملعب، من جانب المسؤولين أكثر من اللاعبين، لأن شفنا الأجواء ما بين اللاعبين كان جيدة. وأنا اليوم ما نلومش لاعبين الوداد أو لاعبين الترجي موجودين فوق الملعب، الحكم يعلن صفارة النهائي ويرشح الترجي بالفوز، نقول لهم مبروك للاعبين الترجي. ولهذا النقطة اللي نشوفها النقطة السوداء اليوم للعالم، ويشوف هذه المباراة ويشوف هذه الأشياء اللي تصير بالنسبة للفار، بالنسبة لتوقف المباراة، هذه هي فضيحة للكرة الإفريقية. هذا هو المشكل الكبير. يعني هذه الرسالة، أنه لن نتقدم بهذه الأشياء وبهذه الصور اللي رانا نشاهده فيها. لن نتقدم في إفريقيا. نعم، وحتى نتقدم أكثر، وحتى نكون دائما رياضيين نحن على الأقل كإعلاميين، يعني لا نقلل أيضا من فوز الترجي اليوم. هي الأحداث هي بطبيعة الحال الأحداث، لا نقلل بكل تأكيد من تتويج أي فريق. نعم، لكن
الفرحة تكون مفقودة. صحيح صحيح، لا بالنسبة للمتوج، وكذلك الهزيمة تكون فيها مرارة بالنسبة الذي يخرج بهذه الطريقة. معنا إذا مرة أخرى زميلنا إذا مباشرة معنا نافع بن عاشور من أرضية الملعب. تفضل نافع، ماذا من معك؟ شكرا الأخضر، شكرا الأخضر. إلى جانب القائد خليل شمام الذي توج بصفيرة بكري قسما بثالث لقب يدخل التاريخ، لكن تعودنا أن نتواصل لما تكون تتويج مثل الموسم الماضي بالتباريك. صحيح سنبارك، لكن بعد السؤال عما حدث بعد قبل المباراة، هل صحيح أن الحكم علمك أنت وقائد الوداد أن ليس هناك فار، هناك عطب في الفار، وهل تقبلون أم لا بإجراء المباراة خليل؟ هل لك أن تؤكد ذلك؟ عودوا أول حاجة مبروك علينا كله، مبروك على المكاشخين الكل. عودوا شوفوا حتى قبل سفيرة المباراة عيت للدو كابيتان، قال أنا رأوا فما خلل في الفار، ولا الفار ما زالت مش حاضرة، ولا اسكو تقبلوا باش تلعبوا بالفار؟ قالوا اوكي اوكي، دور على الزملاء نتاعك قول لهم راهو ما فماش فار. من بعد وقت اللي قالوا الفار قالوا ما الكابتن نتاع الوداد ما يفهمش باللغه الفرنسيه والانجليزيه، يمكن هذه ماهيش مش مشكلتنا نحن. باش نرجعوا الفار من الميزون الاول فما بينالتي، باش نرجعوا الماتش اللي عليه زوز ورقات. شوف الحق نتاع ربي، ركزنا على الميدان وتصور التتويج هذا مستحق وما الباقي كله ما يهمناش فيه. مبروك خليل، التتويج انطلق والمباراة انطلقت في آخر أيام مايو سهر رمضانية، وانتهت على مشارف الفجر، ابتدأت يوم السبت 10 بتوقيت تونس وانتهت انطلقت يوم الجمعة 10 مساء وانتهت يوم السبت. تاريخية المباراة على كل المستويات، ثالث لقب لخليل شمام ومبروك الآن. يبارك فيك وبارك الله فيكم الكل. مو الحق معناه عام استثنائي وعام للتاريخ يقعد في الترجي النادي التونسي. تصور الجيل هذا معناه كتب التاريخ. مبروك علينا ومبروك على المكاشخين الكل، الحمد لله يا ربي اللي فرحنا الجمهور هذا الكل. وكاو خليل، بصراحه هل اثرت الانتظار والاخذ والشد والجذب على حلاوه هذا التتويج؟ نعم، هو يبقى تتويج. نحن ما عندناش ملومه على رواحنا، معناها تشوف بين مباراة الذهاب والإياب نستحق التتويج معناها، وعن جدارة. الفريق المنافس عرف اللي الترجي أقوى منه، قعد معناها يلوش في حاجات ما عرفش مالياش مبرر وكاو. شكرا خليل الأخضر. حاولنا ربما في مباراة عادية نبدأ بالتباريك والحديث عن الأمور الفنية والفرحة وكذا، فكان معطى الفار. والمعلومة الثابتة أن هناك جزء تقني خاص بالفار استخدمه الاتحاد الأفريقي، لم يصل في التوقيت المناسب ووصل بعد انطلاق المباراة مع اقتراب نهاية الشوط الأول، وتم تجهيزه تقريبا يعني في أثناء المباراة في شوطها الثاني. ويؤكد خليل شمام لم نقدر طبعا واضح الصورة أن نتواصل مع قائد الوداد أو طرف ودادي لتأكيد هذه المعلومة، لكن لا أعتقد أن خليل شمام ربما يكون يخطئ في المعلومة، لأن الفريقان قابلا أن تنطلق المباراة. على كل مبروك نقول للترجي هذا التتويج، في انتظار معرفة هل ستكون هناك مراسم أم لا، ويبدو لي أن هناك مراسم لخ. نعم، شكرا نافع بن عاشور. إذا طبعا هنيئا للترجي، ونقول أيضا حظ أوفر للوداد في المباراة المقبلة. إذا ما قاله اللاعب الآن بأن الحكم تحدث باللغة الفرنسية وقائد فريق الوداد لا يتقن الفرنسية، لكنه قال نعم ووافق على ما قاله الحكم. لا أدري هذه أيضا رواية أخرى كابتن. ماشي مشكل، هو اللاعب شمام يفهم في الفرنسية، هل قام بتبليغ اللاعبين؟ لأنه في لقطة سعد بقير طلب الحكم بالفار والإعادة واضحة، ممكن نعيدوها. نعم. الصورة موجودة دي سعد. نعم. موضوع صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني إذا كان خليل الشمام عميد الفريق قد خبره أو خبره الحكم، من البديهي أنك كقائد فريق تخبر اللاعبين. لماذا سعد بكير طلب بالفار في في في, في لما يطالب بضربة جزاء؟ صراحة نتحفظ ممكن على الفرضية، وأعتقد بأن اللاعبين لم يكونوا بتاتا على أن الفار
يعني غير شغال. النقطة الثانية نتكلم على مسألة إنه في قطعة أتت متأخرة. أنا طالب أنه طالب ضربة جزاء وليس فار. أظن في اللقطة الذي طالب بضربة الجزاء. هاي اللقطة هاي اللقطة لاحظ سوف يتلفت إلى الحكام. هاي اللقطة هاي اللقطة. إيه أشر إلى اليد أشر إلى اليد. هاي لقطة كابتن.